والمساندة ديالنا كموظفين ديال الجامعة ديال الدار البيضاء. هاد الوقفة ديال اليوم نتيجة واحد الخرق قانوني كبير خلقوا العمدة ديال مدينة الدار البيضاء. هاد الوقفة مشاركة فيها خمسة ديال المنظمات، كاين السي دي تي وكاين لي جي تي ام وكاين الاف اس دي وكاين لوديتي، أربعة المنظمات اللي مشاركين في هاد المعركة. نظرا للاقتطاع المفاجئ اللي تعرضوا ليه واحد المجموعة ديال الموظفين، تقريبا ما يناهز واحد 560 عامل وموظف، كانوا راه هنا الإشارة في خدمات خارجية على المقاطعة، مشاو بقانون، ولكن لو قد فاش بغيتم الاقتطاع، تم الاقتطاع بطرق غير قانونية، وحيدوا غادي يحيدوا لهم هاد سميتو هاد هاد المستحقات اللي هي الساليسمون والساعات الاضافيه، وخصوصا الساعات الساليسمون غادي يحيدها لهم اثر رجعي من 2016. هذا الشهر هذا تفاجئوا الناس، كاين يلقى زيرو درهم في الكونت ديالو، كاين يلقى 30000 فرانك، والاقتطاع طال حتى الفلوس ديال الدراري، الفلوس ديال الابناء ما كيتقطعوش رغم يكون اللي كان. وبالنسبه للاجر ما خصهمش يوصلوا، ما يدخلوش في الثلوث، الاجر ما خصهمش يدخلوا في الثلوث. الاجر ديال الموظف كاين اللي مشى لقى 30000 فرانك 40 50000 فرانك. الاقتطاع كان غير قانوني بدون اشعار ديال المعني بالامر، اللي موضوع رانا الاشاره والاداره صفته قانونيا، ولكن الاقتطاع تم بطرق غير قانونيه. وحنا كنحملوا المسؤوليه كنحملوها العمده، لانه هو عارف المعاناه وعارف الامور ماشي هي هذيك، وتم الاقتطاع. وحنا في هذه المرحله حنا كمغاربه بغض النظر على نقابه، حنا في غنى على هذه المعارك، ولكن هذا موظف وعارفين الحياه ديال الموظف، ويتم الاقتطاع شي قطعوا لي 40 200 الف فرانك، شي 230 اقل عدد اللي قطعوا لي 90 الف فرانك، وغادي يتم الاقتطاع باثر رجعي. وتتعرف الناس دابا مقبلين على التقاعد، الأغلبية مقبلة على التقاعد، منهم واحد الأخت عندها الكونسير في البزولة ما كيبقى لها حتى ريال، وتم الاقتطاع عليها. بحال هاد الأشكال كثار، كاين اللي عنده القلب، وكتعرف الواحد ملي كيولي عنده 55 60 عام الأغلبية راه تيكونوا بعدا، الأغلبية تيكونوا مراض. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.